مساء الخير عليكم يا صبايا، مساء الخير عليكم يا شباب، وحشتونا جدا الحقيقة. أنا عايزاكم تتابعوا مسلسل ألوان الطيف اللي موجود على التلفزيون النهار، لأن هو إنتاج صديقي الأستاذ ممدوح شاهين، وفي نخبة من الأسماء الجميلة على رأسهم لقاء الخميسي ونجلاء بدر وفريال صالح، وأنا أسفة أنا مش عارفة بقية الناس، بس مسلسل حلو قوي وهيعجبكم. كل يوم 9:30 على تلفزيون النهار، وأنا كنت في المسلسل ده أصلي قبل ما اعتزل التمثيل، فأنا بنبسط بأي عمل للمنتج ممدوح شاهين، وأعماله كلها متميزة، وأحب إنكم تتابعوها، وبيجي قبل برنامجي على طول. الحاجة التانية اللي عايزة أتكلم عليها قبل ما نبتدي حلقتنا النهاردة بنقول بيها تحيا مصر بالفعل مش بالقول. عايزاكم تتابعونا جدا، وهستنى تليفوناتكم طبعا، وعايزه اقول لكم ان في ظاهره غريبه جدا كده مؤخرا ابتديت اشوفها. الاول طبعا الانترنت من الحاجات فعلا اللي بقت مقززه في حياتنا، يعني الانترنت ده اخترعوه عشان نجيب منه معلومه بسرعه، نحجز في فندق، نشتري حاجة من بره، نتعامل مع شركات ونعمل استثمار لبلدنا أكبر، يسهل الأمور، يخليك تشوف صحابك اللي ما شفتهمش من 60 سنة، يخليك على تواصل مع الناس وتعرف أخبارهم ويعرفوا أخبارك من غير ما تشوفوا بعض. إحنا الحقيقة أسأنا استخدامه جدا جدا جدا، وبقى كله إباحية وخيانات وابتزاز وتصوير ناس وتهديدهم إنها ترفع ده على الإنترنت وهترفع ده على الإنترنت وعلى اليوتيوب. المواقع اللي تحولت لحاجة تجارية بحتة، تحط خبر عن أي حد وتكتب حاجة هو قالها أو ما قالهاش، وتخش تلاقي فوضى من القذارة ومن الشتيمة غير طبيعية. إحنا البلد الوحيدة وعلى مسؤوليتي الشخصيه الكلام ده، اللي تدخل على مواقعها تلاقي كل الكومنتس بتاعتها يا ابن مش عارفه ايه ويا بنت الايه ويا ابن الايه، ويدخل الناس من المغرب وتونس والبحرين وكل حته يقولوا عيب، ليه بتشتموا في بعض كده؟ ليه قذاره الالفاظ؟ ليه مش عارفه ايه؟ يعني الحقيقه شكلنا بقى وحش، وطبعا المواقع ما بتدخلش تنظف الشتيمه دي. الوطن واليوم السابع والمصر اليوم وكله، ما بلاقيش حد بيدخل مثلا يروح شايل مثلا الشتيمة اللي في الناس دي، لان طبعا لو شال اللايكس هيخسر فلوس. فالحقيقة بقت فوضى غير طبيعية. مؤخرا بقى على الانترنت بقى فيه موضة لطيفة جدا، تلاقي صورة مثلا لحد بيقول لك ايه، فلان تعبان قوي ساعدوه، فلانة تعبانة جدا وعايزة عملية مش عارفة ايه، ونمرة التليفون، واحد بخراطيم كتير قوي وفلان بيموت الحقوه ومش عارفه ايه، وحاطط نمره التليفون. الحقيقه انا زي الناس تاثرت ببعض الصور دي، مع ان انا ضد جدا ان انا اتعامل عن طريق مع المرضى عن طريق فيسبوك. حتى بالمناسبه عايزه اقول لكم ان احنا عندنا كم من الجوابات غير طبيعيه، احنا مش هنستقبل اي جوابات دلوقتي خالص، احنا هنخلص الجوابات اللي عندنا. يعني انت لو بعت جواب دلوقتي مش هناخده، احنا موقفين الحالات الانسانيه تماما دلوقتي، لان عندنا الاف الاف الناس لما نعالجهم الاول ونوفر لهم فلوس. احنا مش هنسيبكم بس تبعتوا جوابات وتتكلموا في التليفونات، احنا لا نستقبل الحالات الانسانيه الايام دي خالص، احنا موقفين دلوقتي، مش موقفين العلاج ولا موقفين العمليات. يعني انت لو مقدم عندنا واخد دور وكده او بعت جواب قبل كده، انت تمام، هنوصل لك وهتعمل عمليتك ان شاء الله، او هنقضي حاجتك ان شاء الله، لكن اللي جاي لا، لان عندنا اطنان اطنان من الرسائل اللي لازم نرد عليها، ومش هينفع ناخد اكتر من كده. اول ما نخلص هرجع اقول لكم احنا تحت امركم. نروح لفاصل ونرجع نشوف حاجه بتحصل في مصر عظيمه جدا.
يمكن الاعلام ما ركزش عليها، يمكن الوحيد اللي ركز عليها اللي انا دايما بحييه من قلبي وهو صديق عزيز الاستاذ وائل الابراشي. فرقه كورال مصر اللي كونها المايسترو سليم سحاب من ناس من دور الرعايه. يعني ايه؟ يعني اللي كان اطفال شوارع واللي كان لقيط واللي كان واللي كان واللي كان بيتحط في دور رعايه، وبعدين يلفوا ياخدوا الولاد الصغيرين دول ويعملوا منهم فرقه كبيره جدا في الاوبرا، ويسموهم كورال مصر ويتحولوا الفنانين من ناس كانت في الشارع لناس لابسه كويس وناس بتقدم فن جميل واخلاقها جميله وسلوكها طبعا اتعدل جدا. ومش بس سياده الوزير خالد العزيز ولا دكتوره غاده والي وزير التضامن الاجتماعي، ده رئيس الوزراء بنفسه كان حاضر الحفله دي، وكانت حاجه مشرفه جدا جدا ان احنا نحول الاطفال دي من ناس بتعمل كده للمنظر الرائع اللي احنا هنشوفه. بكره في حفله بالكورال ده مع الفنان خالد سليم في جامعه القاهره، في مسرح جامعه القاهره، والتذكره ب 100 جنيه، واول مره الولاد الصغيرين دول يعملوا حفله بفلوس، حفله مباعه، والفلوس دي هتروح لصندوق لتامين مستقبل الولاد دي، عشان لما يكبروا يلاقوا الشقة ويلاقوا اللي هيصرف على تعليمهم ويلاقوا عشان ما يضيعوش مرة تانية. انت كل ما هتروح تدفع 100 جنيه وتسمع الفن الجميل ده وتأمن مستقبل الناس دي، ربنا هيبارك لك في ولادك وفي عفيتك وهيقعدهولك، لان قد ايه ان انت تنتشر الولاد دي من الشارع وتحولهم لكده، دي حاجة عظيمة جدا. الحاجة الوحيدة بس اللي انا مش موافقة عليها ان الناس دي بتروح البروفات والحفلات وترجع دور الرعاية اللي هي كانت فيها. انا نفسي ينفصلوا، يبقى ليهم مكان لوحدهم، وانا هتفاهم مع سيد وزير الشباب على الموضوع ده. مبدئيا انا بدعوكم كلكم انكم تروحوا بكرة مسرح جامعة القاهرة، احنا نكون هناك، وتحضروا التذاكر طبعا بتتباع قدام جامعة القاهرة، وتملوا المسرح ده عشان نقول تحيا مصر بأعلى صوتنا، وعشان نشوف خالد سليم الرائع والولاد اللي صوتهم حلو جدا جدا جدا، والعبقري المايسترو سليم سحاب، وهما بيقدموا حفلة رائعة، هتشوفوا البروفات معانا. نروح لفاصل ونرجع نشوف أول حفلة اتعملت مع رئيس الوزراء ورجال الدولة وكانت مجانا مع كورال مصر والفنان مدحت صالح. نروح نفاصل ونشوف مع بعض.
حيث يعد هذا الفريق فريق كرة لأطفالنا والذي سنستمع إليه بعد قليل ظهورة مشروع إنساني تبنته وزارة الشباب والرياضة وتقدمه للمجتمع المصري بالتنسيق والتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة سليم سحاب للمبدع العربي فتحية لرواد هذا المشروع.
نوزع دلوقتي اعلام مصر على القاعه كلها عشان نقول تحيا مصر. هنوزع اعلام مصر على الوزراء وعلى كل الناس عشان نقول تحيا مصر. Thank you.
بشكرك جدا جدا بجد، ده انجاز. انا تخيلت ان انا هاجي الاقي حاجه متلصمه. لا ما بقدمش حاجه نص نص. انا عملت في الولاد دول ازاي؟ شغل ومصابره وبالعافيه وبالحب وكل حاجه. اشتغلت على السلوك كمان والحاجات. طبعا اشتغلنا اول حاجه على السلوك، احنا شغلنا الاساسي كان على السلوك وعلى النفسيات وعلى ال. كل ده تعدل بقى وناس تانية خالص. قال نص سنة بنشتغل، ست شهور اللي يشوف كده يقول بقى ست سنين، لأن يعني الحمد لله النظام يعني زي ما يكون قرار محترف. أنا يعني شديد في المواضيع دي، ما عنديش هزار. بس عملت حاجة كبيرة قوي لمصر بصراحة. لا ربنا يخليك. أشكر حضرتك جدا. شكرا ليك، أهلا بيك. أهلا شكرا. برنامج النهارده 25 واحد زياده عن المره اللي فاتت والله، والمره اللي بعدها هيكون في ناس اكتر كمان. احنا مستعدين كمان نتعاون مع حضرتك وهنتصل بحضرتك. ميرسي للكل. ده شفت مصر كلها. ده مش مشروع وان مان شو اطلاقا، ده مشروع مصري، مشروع قومي كبير. بشكر حضرتك جدا. ربنا يخليك يا رب. انا عايزه احييك بس. اشكرك متشكر جدا جدا. لا نحيي الناس اللي اشتغلت، والله انا ما اشتغلتش كتير. لازم احييك وحيي كل حد موجود. خليكم ان شاء الله دي هتبقى بدايه وان شاء الله هنستمر. لسه هقول لك بقى اللي بعد كده ايه. ان شاء الله في كل المحافظات وهنقدر نجمع التماس. ومعالي الوزيره الحقيقه هي اللي يعني. معالي الوزيره اللي جاي ايه؟ يعني احنا النهارده عندنا 500 طفل، ال 500 طفل دول من 10 جمعيات اهليه. الجاي ان شاء الله محافظه الشرقيه، احنا بنشتغل في اسكندريه وفي الجيزه وفي القليوبيه وفي 6 اكتوبر، وهننطلق في محافظه الشرقيه ان شاء الله، وبعدين نبتدي ندخل في الصعيد. واحنا دلوقتي بنتكلم عن ال 500 طفل دول، منهم 130 في الكورال اللي شفناهم النهارده، في 300 بيتعلموا العزف وفي 70 تحت التدريب. واللي عايز يتقدم يعمل ايه؟ احنا الحقيقه اللي ده بيبقى دول دي ده مشروع للاولاد اللي في مؤسسات الرعايه والاطفال. مؤسسات الرعايه اللي بتقدمهم كلنا اللي عندها اولاد من اول سن 7 سنين لحد سن 15 سنه يقولوا لنا، واحنا على اتصال بيهم. بحييكي جدا، ده انجاز اكيد بجد والله العظيم. كده ان شاء الله بنشتغل مع بعض على برنامج بقى رياضي، هنعمل دوري وهنعمل فرق وهنعمل فرق رياضيه متميزه ان شاء الله، الاولاد يدخلوا بقى بطوله العالم. للامام وبالتوفيق. بشكر حضرتك. موجودين النهاردة في وزارة الشباب عشان البروفا بتاعت حفلة كورال مصر بقيادة المايسترو سليم سحاب وبالفنان الجميل خالد سليم. مش قادرة أقول لكم قد إيه سعادتي إن إحنا بنقول تحيا مصر بالفعل مش بالقول. وزارة الشباب، سيادة الوزير خالد عبد العزيز، دكتورة غدا والي وزير التضامن الاجتماعي، كل الناس اللي وقفوا ورا المشروع ده لغاية ما وصلوا للنور كده، حاجة عظيمة جدا. شفنا حفلة مدحت صالح ورئيس الوزراء وكانت حفلة بدعاوي، النهاردة حفلة مباعة وكل الفلوس هتروح صندوق كورال مصر أو الصندوق اللي متخصص للولاد اللي خدوهم من دور الرعاية وعملوهم فنانين وحولوهم إلى فنانين. بدعوا كل الناس إنها تروح مسرح جامعة القاهرة بكرة لحضور هذا الحفل، و بس تذكرة بمية جنيه هتقول برافو، بمية جنيه هتقول تحيا مصر، بمية جنيه هتقول احنا معاك يا بلد. واحنا طبعا هنبقى موجودين هناك ان شاء الله. تعالوا نشوف مع بعض. We are the champions.
بهنيك ومبسوطه جدا جدا اني لقيتك موجود هنا، ويمكن اول مبادره منك ان انت اللي تيجي تشترك مع الولاد دول. احساسك ايه لما شفت الولاد دول؟ امبارح كانت اول بروفه، فاول ما دخلت المسرح واستقبالهم ليا وعارفيني وحافظين اغانيه وحافظين شغلي وعايزين كلهم يتصوروا وينزلوا يسيبوا المسرح، حسيت قد ايه الواحد الحمد لله يعني سايب اثر في الاطفال دي، وفي نفس الوقت فخور جدا بان في حفله زي دي بت 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 بتساعد الناس دول. اطفال مصر، كورال اطفال مصر فعلا موهوبين قوي وعندهم صوت حلو جدا وعندهم في سوليستات شاطرين قوي. وفي نفس الوقت انا طبعا سعيد، انا عمال اكلمك وحاسس ان جسمي بيقشعر كده، خصوصا ان الولاد دول جايين كلهم من دور رعايه، في منهم اللي كان في الشارع وبلا مأوى وبلا، فانت بتساعدهم دلوقتي ان هم يتحولوا لفنانين او ناس بينفعوا المجتمع. فحفله بكره احنا عايزين ندعو كل الناس انها تبقى موجوده هنا، لان حضور حفله بكره مش حفله لخالد السليم، ولكن هي حفله بتقول تحيا مصر. انا مجرد مشارك بس في الحفله دي عشان كل جمهور اللي بيحبني يجي ينور الحفله. مش اي مطرب كان ممكن يقبل، فانا بحييك بجد. انا خليكي طبعا، انا مستعد لاي نوع من انواع الحفلات دي بصراحه، اي حاجه للبلد، اي حاجه للاطفال، اي حاجه لمصلحه مصر ومصلحه اطفالها، واطفالها هم مستقبل مصر. انا مستعد جدا ان انا اكون موجود فيها، وعشان كده اول ما كلموني انا ما ترددتش ابدا وكنت موجود معاهم. واول بروفه كانت امبارح، والنهارده تاني بروفه، وبكره الحفله. عايزين الناس كلها تيجي تنور مسرح جامعه القاهره. بكره الحفله تبدا الساعه 6 عشان يتفرجوا على اطفال مصر هم بيغنوا. غني لنا ايه بكره؟ طيب بصي بقى، عايز اقول لك ان لاول مره اغني اغاني اطفال بجد بجد. يعني ذهب الليل وطلع الفجر، دي بتاعت طبعا العبقري محمد فوزي. انا عمري ما غنيتها ومش حافظ منها غير الكوبليه الاولاني بس، بجد؟ لان مامتي ما كانتش حافظه الكوبليهات الثانيه، وهي بتغنيها لي وانا صغير، كان الكوبليه الاولاني بس. فطبعا اتفاجئت بكوبليهين هايلين حفظتهم، وبحاول ان انا يعني اغنيهم بالشكل بالاداء المناسب للاطفال. في عندي طبعا اغنيه انا عندي بغبغان للفنانه القديره ورده الله يرحمها، وفي بالاحضان بمشاركه الاطفال. تخيلي بقى الاطفال لما يغنوا طبعا عبد الحليم حافظ. وفي اغنيه النجاح يرفع ايده، وحياه قلبي وافراحه. دول الاربع اغاني اللي هشارك فيهم الاطفال الغنى. بعد كده بقى هغني الاغاني بتاعتي. يعني اللي هيجي يحضر الحفله مش بس هيسمع الاطفال، هيسمع اغاني خالد سليم. غني طبعا كذا حاجه ليا ولعبد الحليم طبعا، لان عبد الحليم مع المايسترو سليم سحاب والفرقه الرائعه دي بصراحه هيبقى حاجه. بحب قوي الفنانين اللي مش بس بيحضروا الحفلات اللي موجود فيها المسؤولين وكده، لكن بيعملوا تحيا مصر او بيقولوا تحيا مصر بالفعل مش بالقول. فانا ببارك لك وبحييك، ان شاء الله نيجي بكره نحييك في الحفل. نور الدنيا، وبجد مبسوط قوي. ربنا تغطية حدث زي ده، مش يعني شايف ان هو لازم. احنا هنقول للناس اللي لازم تيجوا. برضو عايز اقول لك برنامج بحجم برنامجك واعلامية بحجمك برضو دلوقتي ما شاء الله عليك، ربنا يحميكي، لازم يبقى فيه تغطية كمان محترمة بالشكل الكبير ده يليق بالحدث نفسه، فانت منورة جدا. ميرسي جدا، ربنا يخليك. ميرسي. بكل خير من ناحيه مش صغيره كده. ذهب الليل وطلع الفجر والعصفور صوصو، شاف القطه قال لها بسبس، قالت له لولو. ذهب الليل وطلع الفجر والعصفور صوصو، شاف القطه قال لها بسبس، قالت له لولو. ذهب الليل وطلع الفجر والعصفور صوصو، شاف القطه قال لها بسبس، قالت له لولو. ماما قالت له سيب القطه وخليها في حالها، ساب مدرسته ورمى كراسته وراح كرشه كلها. راحت القطه وخربشه ايده لما مسكت لها، وادي جزات اللي ما يسمعش الكلمه ما تقولها. صوصو نو نو
قبل قالت لي في الحلوة زعلت من سوسو راح صالحها بس وهي حلوة ماتت جابت الحلوة وعصبت الهوة مش مشكلة مسحت ايدها في وشه وعملت قلبي بالراحة انا بشوفك واقف معاك اكنك عندك كل الاطفال دول اطفالك ها؟ دول ولادي ولادك انا بعتبرهم ولادي كلهم. النقله اللي حصلت لهم انت الوحيد اللي شفتهم قبل ما يدخلوا الكرات. احنا لما بدينا المشروع انا عديت على حوالي 10 دور رعايه واخترت يعني فمن البدايه ويعني ممكن نقول انه البدايه الحقيقيه بدأت 13 سبتمبر السنة اللي فاتت لما عملت لهم معسكر وبديت بقى بدأت المرحلة الشاقة أولا مش التدريب تظبيط أصواتهم عشان يقدروا ينطقوا مزيكا يعني الحفلة اللي معمولة بكرة دي أول حفلة مباعة أو أول حفلة بفلوس الفلوس دي بتعملوها عشان تروح فين؟ بتروح لصندوق الأطفال دول لمستقبل لضمان مستقبل الأطفال اللي بسميهم أطفال كورال مصر يعني هم الفلوس دي رحلهم هم لن تمس بتروح زي ما هي على الصندوق تقول إيه للناس عشان تيجي بكرة أشكرهم على تشجيعهم وإن شاء الله يضلوا معانا يشجعوا هذا الكورال يشجعونا على أنه نضمن مستقبلهم يبقوا أعضاء أصحاء للمجتمع ولمصر وكده يعني إن شاء الله أحسن من كده نتمنى حفلة مدحت صالح كانت جميلة وإن شاء الله حفلة الكورال وخالد تبقى أجمل أملك أن هم يحصل لهم إيه؟ أنا الموسيقى بصراحة أنا الموسيقى بالنسبة لي مش هدف هي وسيلة علشان أربيهم على أنمي الأخلاقيات عندهم وأنمي الروح التزام والالتزام والانتماء للوطن والموسيقى بتعمل عجائب يعني فعلا الفن سلاح وعملت في عجائب أكتر من كده بيعتبروه قوة ناعمة هو مش قوة ناعمة أبدا الفن الفن قوة جبارة مش قوة ناعمة الواحد إذا استعمله صح ممكن يعمل عجائب فعلا يعني وبالذات الارتقاء بالأخلاقيات بالأخلاقيات بتسمو بالأخلاقيات الواحد بيبعد بتلاقيه بعد عن التطرف وعن التعصب وعن كل حاجة أنا بشكر حضرتك جدا وبكرة بالتوفيق إن شاء الله ربنا يخليك يعني
مشاركتك بكره في الحفله منين؟ والله انا بصراحه جت من المايسترو وسيم سحاب ومن وزاره الشباب والرياضه، تم ترشيحي وقابلت المايسترو وسيم سحاب وبصراحه هو رشحني وكنت معاهم ومبسوط جدا ان اكون مع الاطفال هنا وهشارك في عمل خير. هتغني ايه بكره؟ هغني ان شاء الله حاجه لعبد الوهاب، مسافر وحدك. فانا اصلا كنت من وانا صغير في شباب رياضه لغايه ما دخلت سرا اكاديمي وكسبت البرنامج السنه اللي فاتت، فبعد كده يعني ترشحت الوزاره ان اكون موجود مع الاطفال هنا مع النجم خالد سليم. مبسوط اكيد. اكيد طبعا مبسوط جدا، فدي حاجه تشرفني قوي. ان شاء الله بكره يبقى عندكم ناس كتير، وكفايه انك شاركت في اول حفله مباعه لمستقبل الاطفال دي. دي حاجه شرف ليا بجد يعني. اشكرك. مبسوط جدا استاذ هاني. مبسوط. اجعل يومنا الواحد بكفاح اجيال، اجمع الضريه جميعا والمستقبل خليه النور قدامنا. تعرفين ان الحفله دي معموله لكم عشان انتوا تدخل لكم فلوس ويبقى عندكم مستقبل، عارفين كده؟ مبسوطين طيب؟ بتعملي عشان مصر؟ عشان مصر مش اكتر. انت مش بتعملي لنفسك؟ لا، وانا كمان عشان مستقبلي. مستقبلك، ما هو مستقبلك، هو انت عارفه ان مستقبلك هو مستقبل مصر صح؟ ممكن ناخد صوره مع بعض كلنا؟ قوي قوي قوي. وهجي لكم بكره ونجيب لكم ناس كتير قوي معانا. اجيب السيسي معايا صح؟ انت قلت ايه؟ اجيب السيسي. انا اجيب السيسي معايا؟ هو سمعنا اكيد اكيد اكيد، هيجي يقابلكم، اكيد هيحضر لكم حفله قريب. فندعو الرئيس عبد الفتاح السيسي لحضور. انا طبعا مش هقول له احضر الحفله بكره لان دي محتاجه طبعا ترتيبات، ولكن لازم حضرتك تروح تقابل الولاد دول، اطفال مصر ومستقبل مصر اللي ما رفضوش ان هم يغيروا حياتهم وقرروا ان هم يبقوا فنانين بعد ما كان حياتهم ما كانوش يعرفوا يعملوا بيها ايه. فبندعو الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو يروح للاطفال دي، ولو تشوفوا عينين الولد وهي كلها رجاء ان قد ايه الاطفال بتحب الرئيس. احنا فتحنا مدرسه ذوي الاحتياجات الخاصه واخترنا 100 طفل، ودي خطوه بنقول بيها تحيا مصر عشان ابقى عملت حاجه بجد يعني انزل بيها قبري كده وانا مبسوطه. عملنا خير كتير وعملنا عمليات كتير، بس فكره ان نساعد الضعاف دول وان نفكر في ان الولاد دي او الاهالي اللي عندها ولاد متاخرين عقليا او يدخلوا مدرسه ويعيشوا حياه طبيعيه، والباص يجي الصبح ياخدهم ويوديهم المدرسه ويقعدوا على ديسك نظيف ويلاقوا اللي يراعيهم و كان حلم اتحقق الحمد لله، بس مش هيكمل غير بيكم لاني محتاجه كم من التبرعات رهيب عشان اقدر اكمل المشوار. دي مدرسه اتفتحت غير اي حد تاني بيعالجه. بشكركم، خليكم في ظهرنا عشان نكمل هذا المشروع اللي بنقول بيه تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. دلوقتي جت لحظة امضاء العقد واستقبال اول 50 طفل عشان يطلعوا ناس متعلمة ونافعة للمجتمع. ساعات بنبتدي باعداد قليلة جدا جدا والاعداد دي بتكبر جدا جدا، يعني ممكن 50 دول يبقوا السنة الجاية 100، السنة اللي بعديها 200، السنة اللي بعديها 300، زي ما كنا بنبتدي بحالات صغيرة اوي، حالة قلب او حالتين، دلوقتي بقى في الاف الحالات في الشهر بنعالجها. ببقى مبسوطة جدا 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 ان احنا رايحين نعمل حاجة عشان حتى لو ما تمتش انا متأكدة ربنا هيدينا اجرها
لان ان الاعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، بس ان شاء الله هتتم. ومفيش حلم ابتديناه وما كملناهوش للاخر، ومفيش حاجه نوينا نعملها ما بننجحش فيها. بفضل الله وفضلكم. مساء الخير. نعم يا جماعه، انا لسه كنت بقول ان طبعا 50 طفل ده عدد قليل جدا جدا بالنسبه للحالات اللي عندنا، لكن احنا يعني ان شاء الله دي بدايه فقط، صح؟ ان شاء الله. ان شاء الله. قولي حضرتك بقى، اشرح لنا من ساعه ما اتفقنا على المشروع حضرتك عملت ايه، وتعرفنا بالمدرسين، وتقول لنا هنبتدي امتى، والسنه هتبقى كام شهر، وتشرح بقى للناس. احنا هنتكلم، هناخدهم مجاميع 50 50 زي ما اتفقنا. المدرسه بتتكون حوالي تقريبا من 7 8 فصول، كل فصل بيبقى فيه 7 انفار، غير قاعة الموسيقى، غير قاعة الألعاب، غير قاعة الاجتماعات أو الأكل. بقى في مديرة، في مساعدة مديرة، في المدرسين، كل فصل في مدرس أو مدرس بقى عنده فكرة في تربية أو تعامل مع ذو احتياجات خاصة. غالبا بيبقى يعني إما خريج أداب علم نفس أو خريج AUC سايكولوجي. المدرس ده معاه مساعد بيقعد معاه في الفصل، بالاضافه ان في كل فصل في زي داده او عامله، غير طبعا العمال الموجودين. الحالات اللي حضرتك هتاخدها عشان ما نلاقيش مصر كلها جايه، يعني الناس الاوتستيك او الاحاديين، ولا الناس اللي عندهم تاخر عقلي برسنتج، ولا ولا مين؟ احنا نتكلم في الناس اللي هم الاوتستيك التوحد، نتكلم في الداون اللي هم داون سندروم، دول بيجيبوا نتائج كويسه جدا. بنتكلم في التاخر العقلي، داون سندروم دول طب ما بيتكلمش منهم هيحتاجوا تخاطب ولا ما هنتكلم بقى على البرامج التقيله بنعملها. وبنتكلم على هم عندهم تاخر عقلي المايلد، اللي هم التاخر العقلي البسيط بنسبه معينه. الناس ديت طبعا خلي بالك برضه عشان ذو احتياجات خاصه بيخش تحتيها مثلا المشاكل البصريه، السمعيه، الباتر الايد، الكلام ده ما بنتكلمش فيه. احنا بنتكلم في الاعاقات الثانيه اللي هم الاوتستيك الداون والريتارديشن، يعني سي بي لا، الشلل الدماغي لا، الناس اللي هي عندها اعاقه جامده دي لا. في سي بي، سي بي بقى تركيزه كويس وذكائه كويس، مشكلته بس اعاقه بدنيه، مش قادر يتحرك. لا وهو عنده اعاقه بدنيه بسيطه ممكن ناخده، بس احنا عندنا سي بي كتير قوي بنعمل لهم تاهيل وبيمشوا دلوقتي. ما هو ده مش محتاج مدرسه اكتر منه، محتاج علاج طبيعي. احنا بنعمل له بالظبط. هو ده تركيزه كويس جدا عشان يتعلم. ده ممكن يروح سي بي، ممكن يروح اي مدرسه عاديه، مشكلته بس اعاقه حركيه. والله مشكله اعاقه حركيه، لو في عنده مشاكل ذهنيه مصاحبه اعاقه حركيه، ده كان كويس يعني ناخده. بس برضه بنتكلم في اعاقه حركيه بسيطه. البرنامج اللي بنعمله بقى بنتكلم في حاجه اللي يعني احنا دلوقتي الاوتستيك والداون سندروم والمتاخرين عقليا بنسب معينه، والسي بي لو معاهم مشاكل داون سندروم. ده اسمه ايه بالعربي؟ ملازمه داون. زمان كان بيسموه المونجول او طفل منجولي، بس اللفظ ده خلاص ما بيستخدموش. كان دلوقتي في الداون سندروم بيسموه اوقات رايزمي 21، اللي هو عنده كروموزوم زياده، واحد رقم 21 بقى زياده في الخليه هم. ودوت بتشخص يعني بيتشخص من غير اي فحوصات، كلينيكيا بس بيبقى شكله معروف وبيتشخص، وده من احسن من اكتر الناس بيجيب نتائج كويسه جدا. ده احنا هدفنا ان احنا الناس ديت نعملها تدريب يعني كوندنسد مكثف، ونديها مدرسه طبيعيه يعني يلاحق الاطفال الطبيعيين. يعني ممكن الناس تطلع من المدرسه دي تروح مدرسه طبيعيه. هو ده هدفنا. واللي مش هيروح مدرسه طبيعيه، احنا برضو معانا هنا خبره بتاع التاهيل المهني. احنا هدفنا ان هو لو الاوقات ممكن تتجربي مع الطفل شويه تلاقي ما فيش فايده فيه في التعليم. ده احنا برضو لازم نعلمه حرفه او مهنه، سواء كانت بامبو، شمع، خزف، سجاد. طب في ناس ما بتبقاش متاخره عقليا بس المدرسه ما بتقبلهاش وبتقول انها محتاجه فصول دمج. ده برضو يخص حضرتك؟ لا يعني دي بيخش في حاجه اسمها ليرنينج ديسابيليتيز او مشاكل التعليم دي، احنا ما بنخش قوي الحاجات دي. ما بنخش قوي الحالات دي. يعني ليها علاقه بس بالتاخر العقلي او التاخر الذهني يعني. لو مصاحب معاه مشاكل بدنيه او لا. احنا كنا بنتكلم في موضوع التاهيل، الهدف من التاهيل ان احنا الطفل دوت يتعلم حرفه بحيث تخدمه في حياته. يعني افرض الطفل ده ما اتعلمش وربنا مثلا توفى والديه، ما يلص ده معاه حرفه في ايده يكسب منها، يفيد المجتمع ويفيد نفسه بالظبط. فاحنا بنحاول نحوله، اذا حولناه من طفل مثلا عال على المجتمع
او عيب على المجتمع الى طفل منتج في المجتمع. مش تاخد منك فلوس كتير صح؟ لا ان شاء الله اهم حاجه بس الاطفال تستفيد. لا احنا مش عايزين فلوس تبقى كتير لان احنا طمعانين ان احنا يبقى عندنا عدد كبير ان شاء الله. يعني كل ما الكوست بيبقى اقل كل ما الاعداد بتكتر وبنقدر نواظب احسن. مش صح ان احنا ندخل مشروع ونعلم الناس سنه وبعدين نيجي السنه الجايه نضيع المجهود. مهم في استمراريه. هو احنا هدفنا في الاخر الاول والاخر ان الطفل يستفيد، وان احنا زي ما قلت نحوله في الاخر لطفل منتج في المجتمع. هو ده يعني نقول ايه الفيجن او الميشن بتاعنا في المشروع ده. طب احنا دفعنا حاجه اوليه مش كبيره قوي ونمضي العقد وبعدين نتعرف على المدرسين ولا نعمل اوكي. بس انا مش انا اللي بلم الفلوس ها. انا بمضي عشان هتابع بس المشروع. لكن السنة الدراسية تبتدي امتى وتنتهي امتى؟ يعني احنا بقى جاهزين في خلال يعني نبتدي نستعمل حالات تقييم بكتير قوي كمان اسبوعين. لا قصدي يعني هتبتدي زي السنه الدراسيه اللي هي تبتدي سبتمبر وتنتهي يونيو ولا هنبتدي من دلوقتي؟ ممكن تبتدي من دلوقتي مفيش مشكله. تبقى السنه الدراسيه تنتهي امتى واجازه امتى؟ السنه الدراسيه عامه تبقى 8 اشهر من 8 ل 9 اشهر وفي برضه فصل في فتره اجازه للمدرسين كمان الاستاف زي السنه الدراسيه الطبيعيه شهرين يعني شهرين ثلاثه. طيب حضرتك تعرفنا بقى على المدرسين ومؤهلاتهم كل واحد يقول كلمه كده انطباعه عن المشروع ده متحمس محبط يعني مش عايز. تشكيله المدرسين معنا ناس متخصصه اكتر في الحاجات اللي هي الفنيه مبادئ الحساب مبادئ اللغه الكلام دوت. في حاجات بس هي مهمه صعبه برضو طبعا. في حاجات في تلميذ مهارات في ناس متخصصه يعني ده احنا ما كناش بنفهم والله. انا عاوز اقول حاجه برضو انتهز فرصه في الموضوع ده اقول حاجه لان في مشكله كبيره جدا الناس دي ما تشخصش كويس. يعني ممكن تلاقي طفل مثلا عنده 12 سنه في مثلا في خمسة ابتدائي للاسف المدرسه مثلا بتعامله اساس ان هو خيبان. هو مش خيبان هو مشكلته ان هو بيخش تحت ذو احتياجات خاصه وعنده مشكله في استيعاب المعلومه. ان هو لو المعلومه دي وصلت له ممكن يوظفها مثلا يديله مثلا قانون مثلا هندسه ويديله بعد كده مساله يوظفها احسن من زميله. اللي بيحصل للاسف الولد ده بيتحط تحت يعني الامبريلا بتاعت الخايبين. اللي بيحصل ان المدرسه ممكن كمان تتريق عليه قدام الطلبه كمان يتريقوا عليه يقولوا ده خايب. اصبحت ان هي مشكله مضاعفه مش بس غير الحكر عنده اصبح كان عنده مشاكل نفسيه طبعا عدم ثقه بالنفس. للاسف الناس دي كتيره جدا في المدارس. فلازم المدرسين خصوصا فتره الابتدائي يبقى عندهم القدره او ياخدوا كورسات ازاي يشخصوا الاطفال ديت. لان دوت لو اتشخص مظبوط قدامش كويس جدا وكل محتاجه مثلا المدرس يقعد معاه نص ساعه زياده ياخد وقت زياده اكتر في الامتحان اطول. انما لو اتوظف كويس يجيب نتائج كويسه جدا. فاهم حاجه في القصه دي كلها هو التشخيص المبكر. لان لو برنامج ابتدى بدري لسه هنروح لك الاعمار بقى. يعني نقول للناس ال 50 طفل اللي او الناس اللي تتقدم اعمارها قد ايه؟ احنا بنتكلم في تقريبا مرحله ابتدائي يعني هو من عمر كام يعني بنتكلم مثلا من 5 سنين ل 10 11 سنه من جنسين. يعني هذا اللي بنتكلم فيه عشان التاسيس هو ده فتره التاسيس. طيب حضرتك تعرفنا ولا هو كل واحد بقى يعرف على نفسه هو بس ما معهمش مايك فممكن كل واحد يمسك المايك. ابراهيم مجد ابراهيم
قسم البامبو. الفايده منه هو احساسه بالذات في القسم نفسه اللي هو ينتج ازاي ويستفاد ازاي من المجتمع. يعني بدرب الناس في قسم البامبو وكده. الفايده منه اللي هو يكسب في الذات ان هو ممكن يشتغل في بيته وينتج كمان بعد ما يخلص مرحله التعليم بتاعته وكده يحس بقيمته في المجتمع. بس اكيد حاجه صعبه انك تعلم حد متاخر. هو اول حاجه لازم يحب المهنه عامه. حب المهنه يعرف ينتج منها. وبتعرف منين بقى اذا كان حبها او هو اسلوب في الشغل بيقول الاول ينفع او ما ينفع. بس يا ميلاد مسؤول عن تعليم الشمع. ايش ايه الشمع اللي مش الشمع التقليدي اللي هو للإضاءة فقط. لا اللي هو الديكورات. يعني مثلا بتبقى عبارة عن أسامي ممكن حروف. بعمل منه صور. بعمل منه مثلا شجر زي شجر كريسمس. وده ممكن الواحد يبقى مثلا اوتيستيك او عنده توحد انا شغالين في ده اصلا. يعني شغالين في ده في مكان تاني وشغالين فيه والاولاد دي بتتعلم كويس جدا جدا وبتستوعب. بس هي ايه كل ولا يعني كل واحد حسب استيعابه الشخصي. يعني في يقدر يعمل حاجه من اولها لاخرها. في بيعمل جزء صغير منها وحد يكمل وراه. هيقدروا يقروا ويكتبوا. في ناس مكتوب. بالنسبه للاوتيستيك على فكره من الناس اللي بتجيب نتائج كويسه جدا في التاهيل المهني هم الاوتيستيك. الاوتيستيك ده بيتميز ان هو بيعيد ويزيد في نفس الحاجه. يعني مثلا ممكن يهز راسه او لما يركز حاجه بيركز فيها كويس جدا. فده لو اتعلم مهنه بيبقى عنده قابليه وعنده امكانيه يعني اكتر من أكثر الناس العاديه. الفكره بقى في ان الناس ديت ازاي تطلع المواهب, ازاي تستفيد منهم. ازاي تطلع المواهب من الاطفال دي. هو حرام برضو ان احنا نعتبر الناس دي متاخره عقليا ونسيبهم كده وهم زي ما احد تقول ممكن يبقى عندهم قدرات اكتر مني. لا اصل هو حيفه هو اسمه ذو احتياجات خاصه. يعني بيحتاجوا معامله خاصه. هي ده التعريف بتاعه. بيحتاجوا معامله خاصه. ايوه عادها بقى دي تاني. ذو احتياجات خاصه يعني خاصه. يعني الناس بتحتاج معامله خاصه. علاقه لان دوت مش مريض هيقعد يومين ويتعالج مثلا. لكن يقدروا ينفعوا المجتمع ويقدروا. الهدف ان هو احنا نتغلب على العقبه بتاعته. احنا مش بس احنا مدرسه, احنا يعني اهل, يعني المجتمع, يعني الانفايرمنت نفسه كله. الاعلام اهم حاجه طبعا. ده في جزء لما توجه طاقاته كلها لجزء معين بيبرز فيها كويس جدا ويطلع فيها منها شغل حلو جدا. هنشوف بقى. ورينا. حضرتك احمد ممدوح. حضرتك مسؤول عن الشمع برضه. وبرضه فعلا بتطلعوا ناس في الاخر يقدروا يشتغلوا. احنا حضرتك احنا بناخدهم من اول بدايه الشغل الشمع حضرتك لغايه اخره واثناء برضك احنا بنتابعهم في كل حاجه. بنشوف حضرتك اللي ممكن مين حابب الشمع يشتغلوا فيه لما يكبروا. تمام. حضرتك ممكن يبقى مشروعه برضك ممكن يشتغل فيه برضك بعد كده لوحده على حسب نسبه استيعابه. احنا برضك يعني في طالب عندنا ما بيشتغلش كل حاجه من اول للاخر. احنا برضك على حسب هو احنا هنستفاد فيه ايه. يعني مرحله, يعني مرحلة. في ممكن يعمل مرحلتين, في ممكن يكمل معنا للاخر, في ممكن يعني ما يحبش المشروع اصلا يخش حاجه ثانيه. على حسب نسبه استيعابه وحبه في الشغل. واحنا برضك بنتعامل في النقطه دي برضك نقطه نفسيه برضك. فلو لقينا كده احنا حتى بنحببه اللي هو في الشغل. طالما احنا حبيناه وهو حبنا في الشغل طبعا كمان. ده اكيد اساسي عشان هو عشان يشتغل معانا لازم يحب الحاجه اللي معاه ولازم يحب الانسان اللي هو بيتعامل معاه عشان يعرف يتعامل معاه عشان يطلع كل اللي عنده. وائل سراج اخصائي موسيقى علاجيه وتاهيليه. بتعالج بالموسيقى؟ ايه بص حضرتك هو انا بتعامل مع كل انواع ذوي الاحتياجات الخاصه من اول المرض النفسي للاعاقات. العلاج بيبقى للمرض اللي هو له مرحله وممكن يتعالج. في حاجات بتبقى جزء من طبيعه الانسان يعني زي الاعاقه الذهنيه. الاعاقه الذهنيه دي انا بعمل معاها تاهيل. بمعنى ازاي انا اقدر اوصل له مثلا معلومات اكاديميه او تعليميه او اساعده في التاهيل في ان هو يتعامل مع الناس بالموسيقى. بعمل برامج يعني اغاني مثلا تعليميه. الى جانب بقى امكانيه الحاله ان هي ممكن تمارس العزف او الغناء. ممكن يعزف يعني. طبعا طبعا. انا اتعاملت مع حالات كتير قوي ممكن ما حدش يقدر يتخيل. يعني مثلا لحد الاصم. يعني انا كان في حالات لصم عزف وموسيقى. والله هنشوف العجب بقى. انتوا بتحكوا حاجات ان شاء الله. علي زكي اخصائي موسيقى علاجيه وسايكو دراما. سايكو دراما بتعمل برضو على حسب الحاله. يعني احنا بنقعد بنشوف الحالات بنقسمها سواء كان داون او اوتيزم او سي بي او هايبر اكتيف او ايا كان نوع الحاله بيتحط لها برنامج على حسب استيعابه هو ممكن يستوعب ازاي. يعني كل واحد مش بيتعالج زي التاني. لا طبعا لا طبعا الا لو كانت الحالات قريبه من بعضها. هو واخف الحالات طبعا الداون لان هم الداون هم بيحبوا اي اصلا التمثيل والميوزك. أيوة بيحبوا الحاجات الاكتيفيتي اكتر. بيحبوا السباحه بيحبوا الميه قوي.
السي بي برضو على حسب درجة الإعاقة بتاعته، لأن في سي بي زي ما الدكتور قال بتبقى الحالة بتاعته خفيفة شوية، وفي سي بي بيبقى حالته قوية. فبرضو بنحاول برضو إن أنا أوصل له إن هو يستمتع برضو. والنتائج فعلا بتبقى إحنا عندنا كويسة. حضرتك في حالات إحنا شغالين عليها سي بي عندي بيعزف، وعندي سي بي أنا محفظها للسلم الموسيقى على وشها، هي ما تقدرش طبعا تعزف لأن في مشكلة. فأنا بحاول إن أشاركها مع الأولاد لأن ده بيفرق معاها نفسيا جدا. وفي حالات الداون بيغنوا بيرقصوا بيمثلوا بيعملوا كل حاجه. فالحمد لله في حاجه اسمها اي اي بي اللي هو انديفيدوالايزد ادكيشن بروجرام، يعني كل طفل بعد تقييم بتعمل له برنامج مفصل على حسب حالته. ممكن يعدي مثلا مشكله مع واحد تاني ياخد مثلا موسيقى مع بعض هم الاثنين، يعني ده يجي مفصل ده يجي مفصل دوت، يروح مثلا قاعه الموسيقى مع بعض عندهم مسحته قريبه من بعض. انما كل واحد هل الاهل بيبقى عندهم مشاكل سلوكيه؟ اه طبعا في منهم اجريسيف، يعني في منهم مش مؤدبين فبيبقوا بيتادبوا كده. في منهم طبعا يعني في جزء من الاوتيستيك دولت توحد، يعني فيهم اجريسيف اصلا، يعني بشوف ناس بتصرخ بشوف ناس بتضرب بشوف ناس. فهل ده ممكن تتحكم فيه برضو بتعالجه؟ ده برنامج سلوكي في برضو له تاهيل بيسميه، هو بيخش تحت التاهيل السلوكي. يعني قصدي اقول ان الناس اللي هتجيب ولادها كمان ولادها هيتربوا زي المدارس العاديه، زي الصبايا اللي هو ده غلط وده صح واقعد بالشكل ده واتكلم بالشكل ده. هدير احمد اخصائي تخاطب. حضرتك طبعا عارفه ان اهم حاجه حمل ايه فحضرتك عارفه ان طبعا التخاطب هو التواصل، يعني طبعا فاطفال السي بي واطفال اوتستك و كل الاطفال اللي عندها تاخر ذهني عندهم مشاكل في الكلام، فطبعا اول مشكله بتظهر في البيت هو الكلام. هي دي المشكله اللي بتكون زعجه يعني الناس مزعوجه منها جدا. يعني الطفل وصل لثلاث سنين واربعه وخمسه ما بيتكلمش ليه؟ في ناس ما بتبقاش قادره تفهم، يعني في ناس ما عندهاش او فكره ان يبقى عندك طفل مش بيكلمك دي مصيبه طبعا. مصيبه يعني كبيره. ماما ولا بابا فطبعا لا اكيد لما النتائج بتطلع بتبقي فخوره جدا ان انت غيرت حياه حد. طبعا جدا، يعني قمه الفرحه وقمه النجاح، يعني احساس جميل لما تحسي ان سمعتي صوت حد ما كانش طالع صوته. بالظبط. هنشوف بقى في اللي جاي ان شاء الله يا رب ربنا يوفقك. الموسيقى والكل، يعني الموسيقى تنميه المهارات، في الاخر كلها بتندرج كلها مجموعه متكامله، الفريق المهني كلها مجموعه متكامله. كل واحد بيحاول ان هو يخرج حاجه جميله جوه الطفل ده ويحوله من شخص اساسي برضه. ايوه امنيه جلال اخصائيه نفسيه وتنميه مهارات. تعمل ايه بقى؟ تعالجيه نفسيا ازاي؟ بأهله نفسيا. يعني معظم المشاكل بتبقى ايه؟ معظم المشاكل ان هو اولا بيبقى محتاج احتواء جدا. ان المجتمع بيبقى رافضه او متجنبه، مش معايا دي. فانا بأهله نفسيا وتنميه مهارات بسيطه لغايه يعني ان هو يهتم بنفسه لغايه الدراسه. وهل فعلا في الاخر بيبقى عنده ثقه في نفسه وتفرق شخصيته طبعا لما بيتقدم برضو مع بقيه المجالات يعني. وانا يعني بساعده ان هو يحب بقيه المواد الثانيه او المجالات الثانيه، يبقى عنده قدره على التعلم. اماني السيد اخصائيه تخاطب برضه. يعني زي ما قالت استاذه هزير، طبعا احنا بنلعب دور جامد قوي في بالنسبه لتاخر اللغه، بالنسبه برضو للاطفال العاديين او الاطفال اللي عندهم مشاكل. بيبقى شيء جميل جدا ان الطفل يطلع يعني كلمه ما كانش حد عارف يطلعها، بس طبعا بتاخد شغل ومجهود جامد قوي. وطبعا كل واحد حسب بقى القدرات بتاعته، الاي كيو بتاعه بيطلع ازاي، عشان نعمل له كل واحد البرنامج اللي هنقدر نمشي عليه. تمام. امل موسى اخصائيه تخاطب برضو. زي ما قالوا زمايلي، هضيف بس ان احنا اهم حاجه عندنا بالنسبه للتخاطب التقييم. التقييم هو اللي بيخلينا نحط برنامج صح، بالتالي بنطلع نقدر نحقق الاهداف بتاعتنا. محتاج ايه بالظبط كده؟ بالظبط. شكرا.
انا عايزه اعرف كمان هل هيبقى معانا مدرسين حساب عربي انجليزي؟ طبعا اه ده بيخش في برنامج اللي هو الحاجات الايدوكيشنال او الحاجات التعليميه. يعني احنا دلوقتي تخاطب وتنميه مهارات ونفسي وسلوكي وكده آه. لكن هل بقى التعليم اللي هو عربي انجليزي كتابه قرايه في مدرسين بيعلموا الطفل الاساسيات بتاعه اللغه بتاعه الحساب، بيبقى عندهم يعني زي المدرسين عندهم كمان خبره مع التعامل مع الاطفال دي، ازاي يحتويه مثلا لو تهيئ لو هاج عليه، ازاي مثلا لو كسر حاجه ازاي يحتويه، ازاي يوصل له المعلومه، ازاي يعيد ويزيد لغايه ما يوصل له المعلومه بطرق يعني غير تقليديه. يعني ممكن الناس تطلع المدرسه دي عندها مبادئ حساب بالظبط. هو ده الهدف، ده الهدف اه هيقدر يقرا، عشان حضرتك بتقول بعد كده الهدف انهم يروحوا مدرسه عاديه فيقدروا. اه المفروض يعني احنا بنقول ايه، بنقفل الجاب بين الاعاقه والمدرسه الطبيعيه. وممكن لو يروح مدرسه طبيعيه حتى يبقى ياخد سبيشال كده. ليها معنى اكبر على فكره، بتحول واحد مش طبيعي لواحد يفانكشن عادي في المجتمع زي اي حد. هو ده الهدف بالظبط. انا كنت عاوز برضه اقول برضه يعني فكره، امتى الاهل يعرفوا ان ابنهم عنده مشكله؟ كنت لسه هقول لك كلمه اخيره بقى للناس، تقول لهم ازاي يعرفوا ان ابنهم عنده مشكله، ولما يبقى عنده مشكله ما يستسلموش كده، يقول لك عوضي على الله خلاص ابني معاق. بالظبط. فكنت عايزك تختم. لان هو الفكره كلها في التدخل المبكر، يعني اول كل ما الطفل يبتدي بدري حتى قبل سن 5 سنين، حتى لو ابتدي من سنتين مبتدي، كل ما ابتدي بدري كل ما النتائج تبقى احسن. الطفل مثلا اللي هو اللي بنسميه الداون سندروم او الطفل المنجولي دوت، ده شكله معروف، بيبقى وشه يعني مدور شويه، بتبقى عينيه مدوره غير الطبيعيه، مناخيره بتبقى مبططه شويه، بيبقى لسانه كبير بالنسبه لبقه، وبيبقى عنده الليجمنت، يعني ممكن الليجمنت عنده فيها الاستيستي جامد قوي، يعني ممكن بس يجيب دراعه كده ايه ورا خالص لغايه هنا، شكله بيبان. بالنسبه للتوحد، التوحد برضه ممكن من اول سنه ونص يتشخص، ما مش لازم نستنى لغايه 4-5 سنين، من اول يعني 90% من الحالات تشخص في اول سنتين. ده بيبقى عنده برضه تاخر في حاجات معينه، ده بيحب مثلا لوحده على طول منطوي، ما بيركزش يعني اجتماعيا، تلاقيه ضعيف، يعني مثلا تشاوري له تناديه تلعبيه مش مركز معاكي قوي، ما يعرفش مثلا يشاور بصباعه مثلا لغايه سنه مثلا ما يعرفش يشاور. بالنسبه للطفل اللي هو بنسميه متخلف عقليا، او اللي هو عنده نوع من انواع التخلف، بس الضعيف هو المشكله، احنا ازاي نعمله هو ضعيف. التخلف الجامد او العميق ده بيتشخص بسهوله، الضعيف ده بيبقى صعب شويه انه يتشخص. بس برضو السي بي بقى ازاي بنشخصه، عنده مشكله في الحركه، يعني مثلا صلب راسه متاخر، قاعد متاخر، يعني مثلا لغايه سنه مثلا ما عرفش يقعد، بتلاقي الام جايه لك بعد سنتين، طب ليه ما جيتش من اول، ليه ما جيتش بدري، ما اعرفش مثلا لغايه سنه ونص مثلا ما اعرفش يحبي، لغايه سنتين ما اعرفش يمشي. الناس دي على طول، ده على طول لازم من اول من بدري، من ساعه مثلا متاخر من صلب راسه، وده المفروض نروح للدكتور، ما نستناش لغايه سنتين. فالفكره دايما ان احنا نشخص بدري. انا بشكركم جدا جدا جدا، وان شاء الله باذن الله دي يعني لو ربنا كرمنا هتبقى، مش هنبقى 50 و100 وكده، احنا عايزين نبقى 2003 و4، لان هي دي للاسف هو ده السكيل اللي عندنا. يعني احنا هنعلن عن الموضوع ده، وانا مشفقه عليكم جدا يوم اللي هيحصل لكم، لان هيحصل ربنا قدرنا والفريق يعني ان شاء الله يعتمد عليه يعني ان شاء الله. ان شاء الله، وبشكركم جدا. Thank you.
شاطر، اتفضل حط دبتين، برافو عليك شاطر. خد الودن هنا، هاتها، هات الودن، لا هات الودن بس، ودن ودن ودن. تعرف تحطها بالكرة؟ يلا شاطر شاطر. فين شعري؟ شعري كيف؟ برافو برافو شاطر. فرحانة ان ابني هيبقى كويس وهيتعلم ويفهم زي الاطفال العاديين، اتمنى له ان هو يبقى كويس زي الاطفال الكويسين وربنا يصلح حاله ويقف معاه هو اللي زيه، يا رب يصلح حال الناس كلها. صوت ممتاز، حط الدايت شاطر، برافو عليك. حالته تاخر في الكلام بس مش اكتر، يعني هو نورمال ما فيهوش اي مشكله، بس هو احنا بقاله سنتين بياخد تخاطب وما فيش نتيجه خالص في السنتين دول، فهو بالنسبه له عنده صعوبه في الكلام، انما هو كحاله هو نورمال ما فيش اي مشكله ذهنيه او كده. يعني البق فين؟ هات البق شاطر يا ملوك. طب فين عين؟ عين لا عين عين. ها فين عينك؟ فين عين مالك؟ عين مالك فين؟ اكتشفناها من بدري طبعا بدليل ان هو بقاله سنتين بياخد تخاطب، وقبل كده كان بياخد علاج طبيعي عشان هو كان متاخر في المشي كمان. فابتدينا بعد ما خلصنا العلاج الطبيعي عشان المشي ابتدينا بقى ناخد تخاطب على طول، يعني
هو العمليه عمليه وقت بالنسبه لمالك، يعني هي الدكتوره حتى بتاعه التخاطب قالت لي لا هو كويس جدا ما فيهوش حاجه، بس احنا ماشيين معاه والوقت ما يتكلم بقى دي حاجات بتاعه ربنا. يعني فين موزه؟ موزه فين موزه؟ شاطر، عامل ايه في الموزه؟ عامل ايه فيها؟ اكلها. هات موزه. فين جزرة؟ جزرة، برافو. بالنسبة للمكان اللي كان بياخد فيه قبل كده كانت هي مرة واحدة في الأسبوع، إنما ده طبعا هتفرق معاه جامد إن هو هيبقى كل يوم ديلي، يعني مش هيبقى مثلا يوم وخلاص، لا ده كل يوم هياخد هيبقى فيه حوار معاه ومع المدرس بتاعه أو هيشوف برضو الولاد اللي معاه، فبالتالي الحاجة هتتركز أكتر في دماغه، والمدة كمان بتاعت المدرسة الوقت، إنما هو بياخد وقت قليل جدا ومرة واحدة في الأسبوع هيفرق معاه طبعا. انا اتمنى لي ولغيره طبعا الشفاء، وان يشوف يعني ما يبقاش فيه ولا طفل في مصر في اي مشكله، ونشوف كل الاولاد اللي معاه ونشوفه ان شاء الله كويس وبخير. فين دايره؟ دايره فين؟ لا دايره فين؟ دايره دي دايرة حطها مكانها. برافو عليك. موزة لونها ايه؟ اصفر. برافو عليك. طيب فين اللون الاصفر هنا؟ هات الاصفر. هات اصفر. اصفر بس. عايزة اصفر زي ده. اصفر. هات اصفر. شاطر، برافو عليك. هنلعب بإيه؟ هنلعب بإيه؟ بس بس إيجي 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 سي إيه؟ بس بس إيجي كرة؟ كرة؟ خدي كرة؟ خدي كرة؟ خدي شطرة، برافو عليكي، هاتي كرة. أبا تانية؟ شطرة دخلت، برافو عليكي.
العربية بنعمل بيها ايه بالعصاية؟ بناكلها ولا نلعب بيها؟ لا هي كورة بنلعب بيها ولا بناكلها؟ ايه يا رورو؟ موزة. لونها ايه الموزة؟ اصفر. برافو عليكي. طيب فين الاصفر هنا؟ فين؟ هتشيلي لون اصفر. فين اصفر؟ هاتي اصفر. شطر. برافو عليكي شطورة. ما كانتش بترضع طبيعي وكانت رافضه اي اكل خالص، فباباها خدها ودها للدكتور، قالوا ان هي طفله منغوليه. ابتدينا بقى ان احنا نجري على الدكاتره كتير، قالوا لنا ان هي عاديه ما فيهاش اي حاجه، هنستنى 3 شهور لحد ما نبتدي يعني نتابع الحاله خلال الثلاث شهور دول. وده اللي حصل فعلا. بعد الثلاث شهور جالها دور برد شديد جدا، خدتها للدكتور فابتدى يكلمني على يعني زي طبقه تانية او مستوى تاني خالص، فبقول له اللي زيهم يعني ايه؟ فقال لي يا مدام بنت الطفله منغوليه. فطبعا كأم طبعا يعني تعتبر صدمه بالنسبه لي لتاني مره، لان كنت اقلمت نفسي انها عاديه. بس هي كان في تصرفات بتعملها مش اي طفل طبيعي بيعمله، ان هي بتخرج لسانها كتير لبره. اول ما اتولدت خرجت من اوضه الولاده مفتحه، ده مش طبيعي لاي طفل. المراكز اللي بره غاليه جدا، يعني انا رغد مصاريفها الشخصيه 1000 جنيه كل شهر، ما بين مركز وما بين عربيه بتجيبها وبتوديها وما بين سباحه وما بين جمعيه اهليه مشتركين فيها، لان بعد سته ابتدائي ما لهمش اي مكان يروحوه. فدي مصاريف شخصيه بالنسبه لها هي، ده غير انها لو تعبت او حبت تكشف عند اي دكتور، لان هم مشاكلهم الصحيه كتيره جدا. فازاي يعني كل ده هوفره ازاي؟ فين عينك؟ لا عينك انت فين؟ بتعملي بيها ايه؟ بتعملي ايه بيها؟ اشوف. برافو عليك. ودي ايه؟ ودني. بعمل بيها ايه؟ اسمع. برافو عليكي. في ناس بيخبوا اولادهم في البيت ما بيخرجوش بيهم، لكن دلوقتي ما شاء الله يعني بنسمع برنامج زي برنامج وكلام الرئيس اللي قاله قبل كده، في صندوق برضو ليهم مفتوح علشان خاطر التبرعات، يعني في اهتمام غير عادي احنا حاسينه. يعني انا بالنسبه لي هي بنتي طفله طبيعيه زي اي حد، بس نفسي اشوفها يعني بشوف ما شاء الله في بنوته رحمه خالد، بنت جميله جدا بطله الاولمبياد الخاص، نفسي اشوفها زيها اكيد يعني واحسن كمان. Thank you.
فرحانة طبعاً ومبسوطة إن ابني هيبقى كويس وحلو زي العيال العاديين، وبقول الحمد لله برضه وبشكر المدام ريهام قوي والله. أتمنى له أحلى أمنية الأم تتمناها لابنها، يعني يبقى كويس ويبقى كويس زي الأطفال الحلوين. فرحان طبعا بان هو قابل في المدرسه وربنا يوفقه، وعايز اشوف الناس من الصف والناس كويسه، وربنا يخليه ويخلي قناه النهار واهل الخير ومدام رهام، وربنا كده يخلينا نشوفه حاجه كويسه ان شاء الله. انا بشكر الاول جميع شعب مصر وبالاخص الاستاذه ريهام سعيد على ان انا بقالي 5 سنين بعاني ان انا اقدم لابني في مدرسه ومش عارف. اللحظه دي اسعد لحظه في حياتي حضرتك، ان انا اقعد جنب ابني على الديسك. ما تتخيلش حضرتك فرحتي قد ايه، ويا رب يطول لها العمر لمصر على الخير اللي هي بتعمله. وانا نفسي ان ابني ده يبقى قد كده حضرتك، يبقى زي اي بني ادم سوي كويس. وانا النهارده سعيد ان انا شفت المستوى الراقي في مصر بالجمال ده. قالوا من سنتين وانا عارف ان هو ما بيتكلمش، متاخر في الكلام ولفيت بيه الدنيا كلها، رحت كذا منطقه وكل واحد بكلمه وكل واحد برايه، وصرفت مصاريف الدنيا والاخره. وفرحت جدا ان مدام هام سعيد عملت حاجه زي كده، لان ابني هيبقى حاجه، يعني هو في وسط اخواته مش بيعرف يعمل اي حاجه وبيعرف ياخد حقه. وفي المدرسه بخش المدرسه بروح اعيط عليه، لاني ما بيعملش حاجه في المدرسه، بروح للاستاذ يحط اخر القسم ما بيعملش اي حاجه، زي ما بيروح زي ما بيجي، ولا بيعرف يطلع كراسه ولا بيعرف يطلع قلم ولا بيعرف يتعامل مع اي حد، والعيال بتضربه في المدرسه ما عرفش ياخد حقه. يعني حاجه زي كده انتوا عملتوها، يعني كتر خيركم بجد، وربنا يعني يبارك لكم، وشكرا لمدام ريهام سعيد، ويا رب يبقى حاجه ويبقى زي اخواته على الاقل ويفيد نفسه، عشان احنا مش عايشين العمر كله. عشان محمد أنور محمد راسه مع صحابي. والله يعني بارك لها مدام ريهام سعيد، لما شفت البرنامج وعرضوا على الحالات وكده هو تقدمتي فيها، فجيت بسم الله ما شاء الله مدرسة جميلة، وحاسة ان في حاجة يعني هيبقى في نتيجة فيه ان شاء الله. انا فرحانة قوي بأمانة ربنا وحياة ابني وحياة باسم، انا فرحانة ان قبلوه، والحمد لله هيبدأ في التعليم ان شاء الله، ونفسي يطلع حاجة بإذن الله بعديكم ان شاء الله. يعني والله انا مبسوط وحاسس ان في ان شاء الله بدايه خير، يعني انا حاسس ان في خير جاي بامر الله، وربنا ياخد بايدي الاولاد دي كلها يا رب ان شاء الله. يعني فرحان زي نصحيو
بالنسبة لعلي كانت حالته في المدرسة لما قدمت له في مدرسة حكومة كان أقل من زمايله في الكلام وفي التعامل وفي الفهم، وعانيت معاه 3 سنين في المدرسة وما لقيتش منه إيجابية خالص. فلما سمعت عن برنامج ريهام سعيد قدمت فيه والحمد لله اتصلوا بينا وخلصت معاه، جيت لقيت مستوى المدرسة جميل جدا، مستوى عالي قوي، ما كنتش أتخيل أبدا إن هو بالمنظر ده، ولقيته الحمد لله في استجابة من الولاد ومع المدرسين، معاه معاملة كويسة جدا، والحمد لله ربنا يكمله على خير ويكمل فيه يبقى طبيعي زيه زي اي طفل طبيعي. اللي انا بقى فرحان قوي هي يا سلمى اسامى، المدرسه دي اصلا جميله قوي تحفه، بس عايزه اطلع زيك دكتور. جينا المدرسة هنا جيت من مستوى كويس وقررت في الآخر إن أنا أسيب الغردقة وأجي أقعد هنا في القاهرة 8 شهور جنب ابني لغاية ما ربنا يكرمه كده وربنا يشفيه وأحس إن أنا عملت حاجة في دنيتي. يعني أنا أحب المدرسة، أنا عايز أقطع بطول. رحت بقى أماكن كتير جدا، يعني مراكز جلسات تخاطب، فطبعا شفت كنت قدام برنامج صباح الخير وكانت اعلنت عن المدرسه ديت وخدت الرقم واتصلت والحمد لله جيت وقبلت. وبصراحه مش متخيل يعني التقدم اللي هي فيها المدرسه ديت، ونفسي بنتي يعني تبقى كويسه. على بوسي عايزة اللي هو يعني يخف ويتعلم ويبقى حلو. بشكر مدام إلهام على اللي احنا وصلنا لها وجينا هنا عشان يتعلم ويخف ويكشفوا له ويشوفوا له بقى حاله ده ايه. عاوز ألعب في المدرسة شوف الحال بيها ومحبها، عاوز ألعب مع صحابي، عاوز أرجع تطلع مع بابا. ايه البطة ايه البطة ايه شطرة فوق ولا تحت البطة بالي. اول ما عرفت ان ملك اتقبل ورقه جه من المرحله الاولى طبعا كان الحمد لله يعني فضل من ربنا، لان دي كانت حاجه الواحد كنت بتمناها، يعني ان الفتره دي ما تعديش لما ربنا يكرمه يكون بيستفيد بيها. وطبعا بالنسبه للوقت اللي الدار عاملاه اللي هو مثلا اذا كان 5 أو 6 ساعات ده بالنسبه لنا وقت كافي جدا ان العيل يستفيد، يعني ان الطفل يستفيد منه. يعني مين يعرف يعملي صوت الخروف؟ اتمنى ان شاء الله بعد 8 شهور الاقي ليها مدرسه ما تقعدش في البيت تكمل قعده البيت تاني، واتمنى انها الخير ان شاء الله ليها ولكل اللي زيها باذن الله، والف شكر للبرنامج كله. انا الحمد لله الحمد لله اني بنتي قبلت هنا، وانا بصراحه بقالي 6 سنين دايخه بيها وما فيش اي نتيجه في اي حته خالص، فالحمد لله هنا. الله يبارك لكم كلكم وكل اللي ساهم في حاجه زي كده في المدرسه ديت، الله يبارك له، لان احنا فعلا الناس كلها تعبت مش لاقيين حاجه كويسه نتعامل فيها، فالله يبارك لكم والله يبارك لمدام ريهام سعيد يا رب. ومبسوطه جدا جدا على كل حاجه هنا، فعلا مستوى جميل جميل جميل، يعني احنا ما كناش متوقعين كده، فالله يبارك لكل واحد ساهم في المدرسه ديت، بشكركم كلكم والله يبارك لكم يا رب. طبعا مبسوطه جدا ان محمد قبل النهارده في المدرسه. طبعا محمد ان هو عنده سنه وان دايخه بيه علاج طبيعي وتخاطب وكده، طبعا فرحنا جدا ان عمرنا ما كنا نوصل لمكان زي دوت احنا نعالجه فيه كده، فالحمد لله. خاطر يا احمد اسمه ايه؟
فرحانه، فرحانه ان هو قبل، فرحانه جامد جامد قوي ان هو قبل. يعني كان الامل الوحيد بتاعي صراحه، عشان انا تعبت ما لقيتلوش اي حاجه اودي فيها. يعني انا حاولت ان انا الاقي حاجه زي كده ما عرفتش بصراحه، مدارس اي حاجه ما لقيتش بصراحه. لما لقيت الاستاذ ريهام سعيد زاعت على المدرسه دي ما صدقتش بصراحه. جدا صراحة بسبب ان احنا جبناهم عشان يتعلموا ويتقدموا، ومحتاجين يعني اطفال مختلفة وفئات مختلفة، يعني مش فئة واحدة، ده بيساعدوا كل الاطفال اللي محتاجة اي مساعدة بصراحة. انا فرحانة جدا، وربنا يخلي لها عيالها يا رب، ويشفي كل مريض، وكتر الف خيرها على اللي هي بتعمله، ويبعد عنها كل شر، وكتر الف خيركم كلكم اللي شغالين معاها واللي بيساعدونا في كل شيء، ويا ربنا يشفيهم كلهم يا رب. اول استاذ ريهام طبعا قالت عن المدرسه وعرضت عن المدرسه وكده، رحنا اتصلنا بالبرنامج صحاب باباها وباباها وعمتها، لحد ما ربنا وفقنا واتصلنا بيكم وجينا عملنا مقابله، وجينا مرة تاني بردك عملنا مقابلة. وبعد كده لما النهاردة ندهوا اسمي إيريني نطيت من الفرحة من كتر السعادة اللي أنا فيها، إن طبعا نفس الإمكانيات هنا عمرها ما إحنا عمرنا ما هنلاقيها بره. بس بشكر ربنا طبعا، بشكر أستاذة ريهام. خاف ويكتب ويقرا. يارا عندها ضمور في المخ، والحمد لله بقالي 10 سنين بجري بيها، وما صدقتش طبعا لما استاذه ريهام قالت انا عملت مدرسه وكده للاطفال ديت، عشان بصراحه ربنا ما حدش عمره يفكر يعمل لهم حاجه، والاطفال دي فعلا مظلومه. والله يبارك لها ان هي فكرت يعني تعمل لهم حاجه بصراحه. وانا اول والله لما اتصلت بيهم وكده وردوا عليا فرحت، ولما جينا المدرسه وكده وقالوا الحمد لله يا ريهام قبلت وكده ودخلنا الفصل ونادوا على اسمها، بجد انا مش قادره اقول لك انا فرحانه قد ايه. مصر تعالى بينا الفترة الجاية لينا، نبني بجد ولا يوم نهد اللي هنبني بإيدينا، بالحب وبالإرادة الصح هيبقى عادة، والمرة حد فكر يسد طريقنا هيعدينا. إيدي في إيدك نكسر كل الحدود، وهتفضل بينا دايما أم الأوطان، مسلم مسيحي مصر ربنا عن جدود، ونموت لو فيها مصر هتفضل بأمان. مصر تعالى بينا الفترة الجاية لينا، نبني بجد ولا يوم نهد اللي هنبني بإيدينا، بالحب وبالإرادة الصح هيبقى عادة، والمرة حد فكر يسد طريقنا يعدينا. أنا بقى فرحان أوي، أنا أصلا أسأل ما تصدي أصلا جميل أوي تحفة، ولا يوم نهد اللي هنبني بإيدينا. مصر العالمين الفترة اللي علينا، نبني بجد ولا يوم